أهلا بالبطلة الجميلة اللي بتبني حاجة عظيمة جدا دلوقتي وفي بيبي بيتكون جواها. عشان نطمن عليكي أكتر في شوية علامات كده، هم 10 لو ظهروا نخلي بالنا جدا إن في الحالة دي لازم نتصل بالطبيب. في علامات معروفة ومشهورة زي النزيف، أكيد مش معقول إن يحصل نزيف ونفضل ساكتين وما نتعاملش معاه لأنه أمر طارئ أو حرج، وفي نفس الوقت بنطمنك من الناحية التانية إن مش دايما النزيف بيكون حاجة تخض، وفي عندنا حالات كتير وهتشوفي حتى من متابعتنا من سنين على الصفحة هتلاقي إننا عندنا قصص وحكايات لحالات كان بينزل عليهم دم من أول يوم في الحمل لحد يوم الولادة، وبالرغم من هذا جابولنا أطفال زي الفل، ولكن هذه علامة من العلامات اللي تستدعي الاتصال بالطبيب وفي أقرب وقت ممكن. نزول سوائل أو مية غرقت رجليك لحد الأرض، دي حاجة تقلقنا أكيد، لكن اطمني هي مش مبرر إننا نقلق منها في أول 3 شهور لأن كمية المية اللي حوالين البيبي لسه قليلة، فإحنا مش منتظرين بعد الشر هذا المنظر، ولكن أكيد مهم جدا إننا ننتبه لأن دي علامة من علامات الخطر. قصر النفس اللي هو بتلقف مش قادرة تتنفس، أما لا تاخد نفس بشكل سريع وفي نفس الوقت مش مكفيها، محتاجة أكسجين على الرغم من أن كل اللي موجودين حواليها في المكان طبيعيين، المكان نفسه مفيهوش مشكلة، إحنا محتاجين ساعتها أننا نتصل بطبيب النساء، طبيبة النساء، محتاجين في أسرع وقت ممكن يكون معانا رعاية طبية علشان نطمن إيه السبب، وفي الغالب بتطلع أسباب بسيطة ممكن تكوني بس تقلي في الأكل شويتين، لكن في أسباب تانية تخلينا نهتم، ساعتها لازم اتصال الطوارئ. ألم في الصدر وليس ألم في الثدي، ألم في الصدر، إحساس إن هي في حاجة طبقة على صدرها مش قادرة، في وجع بيسمع في كتف، بيوجع بيسمع في ظهر، بيسمع في أي مكان، الإحساس ده إحساس يستحق مننا إننا نروح نعمل حاجة اسمها رسم قلب أو موجات صوتية على القلب، وفي أسرع وقت ممكن نكون مشخصين لو في أي حاجة تقلق، لكن برضو اطمني ده جزء من أعراض الحمل في المعتاد، لكن لو الموضوع زايد عن اللزوم أكيد لازم نعرف أطباء النساء المتابعين معنا. مش مقبول ان يكون عندنا صداع في مرحلة زي دي من مراحل الحمل وخصوصا بعد الاسبوع 20، وصداع شديد ما بيستجبش لمسكنات، عمالين ناخد ادوية، لو كنا منلبسش النضارة لبسناها، لو كنا مش معالجين جيوب الانفية عالجناها، وبالرغم من هذا صداع، حاسة يا دكتورة ان في حاجة طالعة من نافوخي، انا مش مرتاحة، ساعتها لازم نطمن، لازم نقيس ضغطنا، لازم نقيس وزننا، لازم نطمن لمجموعة من التحاليل والفحوصات، وده سبب من اسباب الاتصال السريع باطباء النساء. في بداية مشوارنا الطبي القصة دي كانت من القصص اللي اثرت فيها بشكل شخصي، كانت حامل فجأة جالها هبوط وقعت. الحالة وقعت ليه؟ لان لما جم عملوا تحليل السكر لقوا سكرها 20، معنى كده ان ده انسان مش عايش، معنى هجيب له منين سعرات حرارية، هجيب له منين طاقة، ازاي هيقدر انه يكمل يومه. فطبعا احساس الخمول والضعف العام مش مقبول ابدا ان يكون مصاحب معاه مجهود، يعني انا مجوع، انا تعبان، انا مش قادر اتحرك من مكاني، اقوم جاي على نفسي اكتر واكتر واقوم اعمل مجهود واتحرك هنا واشيل واحط هنا، مش مقبول ابدا. يمكن القصة دي كانت من القصص المؤثرة جدا في فكرة انها كانت موجودة في بيت عيلة، وان ده كان بالنسبة لها دورها في اليوم ده، فهي قامت بمجهود كبير 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 وفي الاخر ما قدرتش تكمل ووقعت منه. والحامل لها كل العذر، يعني دي انسانة بتشارك زي ما قلنا كده، هي بطلة فبتشارك في صناعة حاجة رائعة، فأرجوكوا نقدر هذا. في حالات بيحصل لهم درجة من درجات التورم والاحمرار في عضلة السمانة، وتبدأ تشتكي لنا أنا حاسة بألم لدرجة أني مش قادرة أضغط على رجليها نفسها من كتر ما عضلة السمانة بتوجع ومحمرة، بسرعة على أطباء الأوعية الدموية، وطبعا قبل ما نعمل ده كله نتحرك على أطباء النساء عشان يوجهونا التوجه الصحيح ويفحصونا الفحص الصحيح ويعرفونا إحنا فينا إيه، ولا ده بس أنت كنت عاملة مجهود أو كنت لابسة كعب عالي اليومين اللي فاتوا وكان عاملنا شوية ألم. كل دي احتمالات، أرجوكم لا نهمل أعراض ممكن تكون بالنسبة لكم صغيرة لكن بالنسبة لنا مهمة جدا في المرحلة دي. من أسبوعين تقريبا كانت معانا حالة بيتصلوا بيقولوا أيوة في مغص من تقريبا الساعة كانت 4:45 فجرا، طبعا يعني انتوا عارفين احنا بنحب الولادات الفجرية جدا، مفيش بالضبط، يعني في خلال 20 دقيقة كانت الحالة دي ولدت. ايه ده ازاي؟ ان هم بدأوا يقولوا على الألم بعد ما الألم أصبح ألم عنيف، بعد ما أصبح ألم زايد. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في انقباضات مستمرة ومنتظمة وبتتكرر، لكن الحالة السيدة الحامل البطلة الجميلة اللي معانا دي كانت بتتعامل معها على إنها مغص عادي وهيروح،
شويه وهخف شويه وهبقى كويسه. ولكن طبعا هو خلاص الموضوع كان ولاده، وبالنسبه لنا دي مش افضل حاجه ان الولاده تحصل في شهور مبكره بهذا الشكل. فمهم جدا ننتبه لوجود انقباضات مستمره ومنتظمه، لان ده علامه من علامات الولاده المبكره، وتستحق مننا اننا نتصل بحبايبنا واللي احنا بنتابع معاهم ونقعد معاهم 9 شهور كده لحد ما نبقى عشره معاهم، اطباء وطبيبات النساء والتوليد. ما ننساش حاله كنا بنعملها احتياطات لما يسمى بتسمم الحمل. في خطوه، الخطوه اللي بعدها ان احنا هنتحجز في مستشفى او هنكون تحت اشراف. ما ننساش ان اتقالت لها كلمه كده لطيفه، يعني لما تلاقي نفسك مش شايفه ابقى تعالي. طبعا مفيش حاجه في الطب اسمها كده، مفيش حاجه اسمها استنى العيان لما يوصل لاخر مضاعفه ليه. امال دوري انا فين؟ انا موجود ليه؟ طب هو جالي ليه؟ هو جاي يسلم عليا ويمشي؟ فمهم جدا اننا ندرك النقطه دي، نقطه ان في حاله وجود اضطرابات في الرؤيه قد يكون ده ليه علاقه بدرجه من درجات تسمم الحمل. لكن طبعا مش معنى كده ان انا لو شلت النظاره دلوقتي وبقيت ابص بيها وحاسس ان انا مش شايف يبقى اكيد في تسمم حمل. الموضوع مش كده، فاطمنوا. بس طبعا طبعا لازم اشراف طبي، ولازم نعرض على الطبيب او الطبيبه المتابعين باسرع واقرب وقت ممكن. طبيب وطبيبه النساء هم ناس بيدعمونا في رحله دورهم فيها انهم يحاوطوا علينا كده، يعني يحمونا من مخاطر ممكن تحصل على مدار الرحله دي انت مش متوقعاها ومش عايزينك تتوقعيها ومش عايزينك تفكري فيها، واستمتعي بكل لحظه بتعدي بيها. اكيد بنحاول اننا نقلل من عليهم ضغط الطوارئ وضغط التليفونات، علشان كده بنحاول نقول امتى نتصل وامتى ما نتصلش قدر الامكان. لكن اتعلمنا في شغلنا اننا لا نقلل من شكوى عيان، وفي نفس الوقت ان في ناس كتير بتتصل بدون ما يكون الموضوع فعلا طوارئ. معلش احنا مقدرين وانتم مقدرين، نحاول دايما يكون في همزه وصل ما بين الطرفين. اتمنى ليك يا بطلتي القمر رحله حمل سعيده ومليئه بكل المفاجآت السارة المفرحة اللي تفرح قلبنا فعلا بمعنى الكلمة، وتيجي تحكي لنا عنها وعن رحلتك في طبيبتي، واحنا رفقاء معاكي في رحلتك للأمومة.